هي مادة ضرورية. خذا فيها السيد رئيس الجمهورية قرار أن المواطن الجزائري على غرار باقي دول العالم أنه يستهلكها بأسعار منخفضة ومنخفضة جدا بالأسعار القديمة، والحمد لله جرى فيه إجراء قانوني في هذا الإطار، ودرنا فيه مرسوم تنفيذي لتحديد نسبة الهوامش، وكذلك بتعويض المستوردين كما رانا نديروا في الزيت وفي السكر. إذا احنا ماشيين إن شاء الله إلى يعني تنويع المستوردين باش ما نبقاوش يعني راهينا في أيدي بعض المتلاعبين بقوت الجزائريين. اليوم دمجنا أغروديف وراح ندمج مؤسسات عمومية أخرى، راح الفا إينوندي المارشي دو كافي، الفا إينوندي المارشي في الأيام القليلة القادمة لاستيراد هذه المادة بقوة. والناس اللي استبوا في الندرة، يعني خليني نقول لك كان قانون لازم ياخذ مجراه، يعني قانون المضاربة معروف،